انا النهارده هتكلم عن البروجكت بتاعي. البروجكت بتاعي انا بستعمل فيه عمليه الاف كونفيشن. في اول الكود انا كاتبه او ايكوال الانبوت. فانا دلوقتي لو جربت اعمل run هيطلع لي enter the fruit you want. سو انا عندي حاطه كذا حاجه زي grape او pineapple او apple او watermelon. انا لو حطيتهم هيطلعلي البايت بتاعهم. فانا هجرب اعمل مثلا باينابل او جريب. طلعلي البايت بتاعها والكلام ده بقى على كله. يعني انا هجرب تاني مثلا في الابل. طلعلي البايت بتاعها. لو انا جربت بقى على الميت هيقول لي I don't want fruit علشان انا قايله ان هو يعمل print لكده. وانا يعني انا كده خلاص البروجكت خلصته. وانا اسمي سلمى ابراهيم مصطفى. بس كده البروجكت خلص وباي.